بعد عرضه الرائع الذي توجه بفوز خماسي ساحق على ناكانا ريد ديفلز الزامبي مساء الأحد وتأهله لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، يسعى الزمالك لتدارك ما فاته في المجموعة الثانية والتقدم نحو مراكز المقدمة عندما يستضيف طلائع الجيش على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 15 للدوري المصري. الزمالك الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر 3 مواجهات وخسر أمام المصري بهدف محمد شعراوي في المباراة السابقة، يدخل هذا اللقاء وفي رصيده 15 نقطة، يحتل بها المركز 8 في ترتيب هذه المجموعة بعد أن خاض 10 مواجهات، فاز في 4 منها وتعادل في 3 وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباك الحارسين محمود عبد الرحيم جنش وعبد الواحد السيد 7 أهداف. أما طلائع الجيش المنتشي بفوزه الكبير على تليفونات بني سويف بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، فيحتل المركز 9 برصيد 13 نقطة من 13 مواجهة، فاز 2 وتعادل في 7 وخسر في 4 وسجل لاعبوه 12 هدفا، وهو نفس العدد الذي تلقته شباك الفريق. كان الزمالك قد حسم لقاء الدور الأول في 7 يناير الماضي بهدف سجله المدافع محمد عبد الشافي الذي يغيب عن لقاء اليوم ومعه زميله محمد إبراهيم بداعي الإيقاف. تاريخيا يحمل لقاء اليوم الرقم 18 في تاريخ المواجهات بين الناديين في المسابقة منذ صعود الفريق العسكري لدوري الأضواء موسم 2004-2005، والأرقام تعطي تفوقا واضحا لأبناء القلعة البيضاء الذين حسموا 8 مواجهات لمصلحتهم مقابل 4 لطلائع الجيش، فيما كان التعادل حاضرا بينهما في 5 مناسبات. على صعيد الأهداف، زار نجوم مدرسة الفن شباك منافسهم 26 مرة مقابل 16 مرة اهتزت شباكهم بأقدام ورؤوس أبناء المدرسة العسكرية، بالإضافة لهدف عكسي سجله مساعد المدرب الحالي طارق السيد في مواجهة الفريقين في الجولة 6 لموسم 2007-2008.